انا هسال سؤال عام في الاول فضل. لان هنا لازم نقف شويه. احنا مؤخرا بجد بقالنا كام سنه كده بقينا نشوف تالق غير مسبوق، وده هحط تحتها كذا خط، في رياضات كتيره جدا منها الفردي ومنها الجماعي، على عكس بقى او على غرار كره القدم. ده راجع لايه يا شادي من وجهه نظرك؟ يعني التالق ده راجع ليه رغم الازمات الماليه اللي عندك، رغم المشاكل الموجوده لبعض الاتحادات المختلفه، بس انت برضو عندك على الفردي والجماعي يروحوا ويمثلونا في محافل دوليه وياخدوا بطولات ورانكينجز رائعه، ده راجع لايه؟ يعني المين فريم التخطيط. تخطيط. التخطيط السليم، وان كل النجاحات او الانجازات اللي بتحصل مش وليده الصدفه. في اتحادات حاطه لونج تيرم بلان شغاله عليها، فبالتالي جه الوقت دلوقتي اللي هي بتحصد النجاحات دي. لو احنا بنتكلم على السلاح، على الخماسي، على الجمباز، طبعا الاسكواش كده او كده احنا سايدين اللعبه حته ثانيه. ده انا بتكلم على الالعاب الفرديه دلوقتي، رفع الاثقال بعد العوده من الايقاف. دي اتحادات شغاله ببلان محطوطه، وهنلاقي دايما النجاحات مرتبطه من الناشئين والشباب. هي دي اللي بتخلي الدرجه الاولى او الرجال والسيدات النجاحات بتتواصل، ما بتبقاش لحظيه. لو بنتكلم على الخماسي، احنا بنكسب في كؤوس العالم وبطوله العالم، سواء بقى للناشئين او الناشئات، شباب والرجال والسيدات. كل البطولات اللي بنشارك فيها لازم يبقى فيه ميداليات، كذلك السلاح. يعني عشان ما نطولش في النقطه دي، هو التخطيط السليم. الاتحادات شغاله بكل مجهودها، في طبعا دعم وفي يعني من القاده السياسيه ومن وزير الشباب والرياضه. الاتحاد اللي شغال صح بيحصد نتائج صح، والكل بيدعم. والسبونسرز يا كريم، انا عايز اقول لك على حاجه لقيتها امبارح. صحيح، دي نقطه بقى عايز اقول لحضراتكم، انا وكريم اتكلمنا فيها وكتير على فكره، مش احنا اصحاب الفكره يعني، بس لما كنا بنقول لبعض الشركات ان انتوا لو عندهم منتجات وغيره لو تستعينوا بابطالنا الرياضيين بدل الممثلين والاعلاميين وغيره، يعني احنا بنحبهم وكل حاجه بس خلاص يعني طلعوا كتير قوي، استعين بقى وغير الثقافه شويه بالرياضيين بتوعك وابطالك. انا شفت امبارح اعلان لواحد من المنتجات العالميه هي بتعمله، بسنت حميدة البطلة بتاعتنا. أنا فرحت جدا بجد. فهو ده بقى اللي احنا عايزينه. كنت هي دي النقطة اللي كنت هقول لحضرتك عليها دلوقتي، إن السبونسرز عاملين شغل كويس جدا، بس خلينا متفقين السبونسر مش هيسبونسر أو مش هي إلا لو أنت بطل. بالظبط، إلا لو أنت ناجح. هو مش لازم، خلي بال حضرتك هي النقطة اللي أنت لو حاطط 1 2 3 4 وبتعرف توصل لهم، النتيجة بتاعت ربنا.